عليكم طلابنا وطالباتنا الأعزاء، وياكم دكتورة رشا حميد، ماجستير في معالجة الأسنان. اليوم راح أعطيكم محاضرة عن الدنتال روتري أند هاند إنسترومنت. الأوبراتيف إنسترومنت بصورة عامة نقسمها إلى نوعيتين: الهاند إنسترومنت اللي نستعملها بإيدنا، والروتري إنسترومنت اللي نحطها بجهاز يخليها تفتر ونحصل الهدف المطلوب منها. الهاند انسترومنت بدورها راح نقسمها الى نوعيتين: كاتينج هاند انسترومنت، يعني نهايتها تكون حاده وتقطع سواء دنتين او انامل، والى نون كاتينج هاند انسترومنت اللي هي نهاياتها مو حاده وما تقطع. نبدي اول شيء بالهاند انسترومنت. الهاند انسترومنت من اسمها هاند، يعني هي هاند باورد دنتال انسترومنت، يعني بايدنا نستعملها ونأدي الغرض المطلوب من عندها. بالنسبه للهاند انسترومنت سابقا كانت تكون مصنوعه من الكربون ستيل ماتيريال، لان على اساس انه هي هاردر وشاربر دان ستينلس ستيل، لكن ناوديز قاموا يستعملون الستينلس ستيل ماتيريال، يصنعوها من الستينلس ستيل. شافوا انه الستينلس ستيل تبقى الأداة برايت اثناء الستيم او الدراي هيت ستيرلايزيشن بالتعقيم، وقاموا يضيفون للماتيريال للستينلس ستيل، ضافوا لها كروميوم، ضافوا لها كربون امبارتس حتى تزيد لنا الكوروجن ريزيستنس مال ماتيريال. اول نوع هسه عندنا الكاتنج انسترومنت. الكاتنج انسترومنت من اسمها كاتنج، هي نستعملها هدفها هو تو كات ذا هارد اور سوفت تيشو اوف ذا ماوث. الكاتنج انسترومنت هذه مثلا مالتها المكونات هو عندنا اول شيء البارتس، اول شيء عندنا هاي الهاندل، والبارت الثاني هو الشانك، والبارت الثالث هو البليد. هاي الكاتنج. النون كاتنج نفس البارتس همينه الهاندل الشانك، بس البليد عندنا فرق، راح يسموها نب اور وركينج اند. عندنا اول بارت اللي هو البليد، البليد اور نب. البليد هي تعتبر الوركينج اند، هذه اي هذا البارت اي هي تعتبر الوركينج اند بالانسترومنت. هذه اللي تكون متصله بالشانك، متصلة بالشانك. مرات الانسترومنت تجي بها تو وركينج اندز، مثل هذه الانسترومنت بها تو وركينج اندز، يسموها دبل اندد انسترومنت. ومرات لا، تجي الانسترومنت اند وحده. هذه البليد بها ديزاينز، بها سايزز مختلفه، تعتمد على كل شكل وكل ديزاين الى فد فانكشن معين يؤدي. ثاني بارت هو عندنا الشانك. الشانك هو يعتبر كونكتر، هذا بي هو الشانك، يعتبر كونكتر ما بين الهاندل وما بين البليد. هذا الشانك مرات يكون عندنا ستريت، مرات يكون بي وان انجل، بي انجل يسموه مونو انجل، مرات بي تو انجلز يسموه بن انجل، مرات بي ثري انجلز يسموه تريبل انجل، واكو فور انجلز يسموه كوادرا انجل. المهم مصطلح كونترا انجل، مصطلح كونترا انجل معناه وجود بالشانك تو انجلز اند مور، تو انجلز اند مور يسموه كونترا انجل. شنو فائدة هذه الانجل اللي تكون موجودة بالشانك؟ فائدتها انه keep the blade edge، هذه blade edge دائما تبقى within 1 to 2 mm to the long axis of the instrument. فبالتالي الفورس راح تكون كونسنتريتد على البليد نفسها، وتمنع الروتيشن اوف ذا انسترومنت اثناء الاستعمال. ثالث بارت هو عندنا الهاندل. الهاندل هو الجزء، هذا جزء اوف ذا انسترومنت اللي يلزم الاوبريتر اثناء الاستعمال. انسترومنت فورمولا. اي انسترومنت، اي هاند انسترومنت تجي مكتوبه على الهاندل مالتها يا اما ثلاث ارقام
أو 4 أرقام. العالم جي في بلاك سوى فورمولا خاصة للإنسترومنت اللي مكتوب عليها 3 أرقام، سماها 3 Unit Instrument Formula، وللي مكتوب عليها 4 أرقام سماها 4 Unit Instrument Formula. نجي على الـ 3 Unit Instrument Formula. بهذه الفورمولا عندنا الـ cutting edge، هذه الـ cutting edge of the instrument دائما تكون at a right angle to the blade. الـ cutting edge of the instrument at a right angle of the blade. أول رقم الـ first unit هو الـ width of the blade in tenths of millimeter. Second unit هذا هو الـ length of the blade بالمليمتر. ثالث رقم هذا الـ third unit هو الـ angle of the blade ويا الـ long axis. الـ angle of the blade with the long axis of the handle in centigrade. ثاني فورمولا هي الـ 4 unit instrument formula. هذه فرقها عن الـ 3 unit instrument formula ان تكون الكاتنج ايج مال instrument is at angle other than right angle. الرايت انجل هي بالـ 3 unit instrument formula، يكون بها الكاتنج ايج at a right angle للبليد. هنا تكون الكاتنج ايج is at an angle other than right angle to the blade. هنا على الانسترومنت راح نلقى 4 units، 4 أرقام، مثل هذا عندنا الجنجافل مارجن تريمر. الأرقام، أول رقم الـ first unit هذا يمثل لنا الـ width of the blade in tenths of millimeter. ثاني رقم يمثل لي الـ angle of the cutting edge ويا الـ long axis of the handle. الـ angle مال cutting edge ويا الـ long axis of the handle in centigrade. الرقم الثالث الـ third unit يمثل لي الـ length of the blade in millimeter. الرقم الرابع يمثل لي الـ angle of the blade ويا الـ long axis of the handle in centigrade. نجي على أول نوع بالكاتنج instrument هو الشيزل. الشيزل عندنا أما يكون الشانك مالته straight shank، أو تكون عندنا البليد بيها slight curvature، أو نوع تكون بن angle، يعني عندنا 2 angles بالشانك. هنا البليد هنا مكبريها، البليد of the chisel تكون جهة بافلد وجهة شارب، وتكون cutting edge تكون perpendicular على long axis of the handle. هنا الشيزل يستعملوه بالcutting of enamel and dentine بالpushing motion. ثاني نوع الهو نفس الشيزل بالضبط، نفس المواصفات، نفس الاستعمال. الفرق انه عندنا هذه الانجل تكون مال البليد تكون الانجل مالتها اكبر، greater than the chisel. الانجل of the blade ويا long axis of the handle تكون اكبر من مال الشيزل. هسه عندنا الهاتشت or the enamel hatchet. هنا الـ cutting edge of the hatchet هذه الـ cutting edge تكون parallel to the long axis of the handle. وهمينا هذه هي مكبريها الـ cutting edge، هم جهة تكون بافلد وجهة تكون sharp، ونستخدمها للـ cutting of the enamel and dentine. هنا الـ instrument تجينا اثنين، تجينا وحدة right ووحدة left، تستخدم للـ opposite sides of the preparation. instrument الكاتنج instrument الرابعة هي الجنجافل مارجن تريمر. هذا هو الجنجافل مارجن تريمر، يستعملوه إلى استخدامين بافلنج، يسوون بيه بافلنج للجنجافل إنامل مارجن، ويسوون بيه بافلنج للأكزيو بالبال لاين أنجل. هذني راح تلقوهن بالكلاس 2 كافيتي بريبريشن، راح تعرفوهن. الجنجافل مارجن تريمر فرقة عن الهاتشت إنه البليد بيها أنجل تكون كيرفد، هذه البليد تكون كيرفد، وتكون البليد at الايج تكون الكاتنج ايج بها انجل ويا البليد. وهم يجينا عندنا 2 pairs، يجينا الرايت وليفت، ويجينا للميشيل وللديستال. اخر
كاتنج انسترومنت عندنا هي السبون اكسكافيتر. السبون اكسكافيتر من اسمها سبون، البليد مالتها الكاتنج ايج البليد تكون على شكل سبون، يعني تكون كونكيف بيها كونكافيتي بالانر سيرفيس وكونفكسيتي بالاوتر سيرفيس، فصير تشبه السبون. وهذه الكاتنج ايج مال البليد تكون بارالل تو ذا اللونج اكسس اوف ذا هاندل. وهنا تجينا عندنا نوعيتين، اكو يسموها ديسكويد، النهايه مالتها تكون تشبه الديسك يسموها ديسكويد البليد، واكو لا البليد مالها تكون تشبه الكلو فيسموها كليويد. هاي هنا عندنا هاي الكليويد اكسكافيتر، وهذه هنا الديسكويد اكسكافيتر. هسه عندنا النون كاتنج انسترومنت. النون كاتنج انسترومنت قلنا فرقها عن الكاتنج انسترومنت انه التيب مالتها او البليد يسموها نيب اور وركينج اند اور بوينت، ما تكون شارب. وهذه نقسمها الى ثلاث انواع حسب الفانكشن مالتها، عندنا دايجنوستيك انسترومنت وبلاستيك انسترومنت واملجم انسترومنت. هسه اول نوع عندنا دايجنوستيك انسترومنت. الدايجنوستيك انسترومنت يعني هي هذه ادوات الفحص، يعني اول ما يجينا البيشنت نستخدم له هذه ادوات الفحص اللي هي يسموها الدايجنوستيك انسترومنت قبل ما نبلش بالعلاج. اول شيء عندنا هذه الميرر، وهذا عندنا هو البروب، هاي اشكاله او الاكسبلورر، وهذا هو عندنا التويزر او الكوتن فورسبس. هذول الثلاثه هما الدايجنوستيك انسترومنت. نجي على اول واحد اللي هو الميرر. الميرر فائدتها اول شيء تسوي لنا اندايركت فيجواليزيشن، يعني مثلا نريد نشوف الابر تيث نشوفها بالميرر، يعني مو ندنق راسنا ونباوع، لا بالميرر نسوي نشوف اندايركت فيجن. الشغله الثانيه تسويها هو ريفلكشن اوف لايت، حتى اثناء الاكزامينيشن نسوي بها ريفلكشن اوف لايت، وايضا نسوي بها ريتراكشن للسوفت تشو مثلا للتشيك للليب للتانك اثناء الاكزامينيشن. ثاني دايجنوستيك انسترومنت هو البروب، هذا تشوفوا يجونا اشكال، يجينا اما يكون ستريت او يكون بسيكل يسموه سيكل شيب، او قد يكون بانجل، هو النهايه مالته دائما تكون بوينتد مدبب. هذا شو نسوي بيه؟ نسوي بيه ديتكشن للكاريز. فائدته الرئيسية هو ديتكشن للكاريز. أيضا نشيك الإرجولاريتيز، فيلد الإرجولاريتيز على التوث سيرفيس، وأيضا نشيك بالهاردنس أوف ذا إكسبوز دنتين. وثالث إنسترومنت هو التويزر أو الكوتن فورسبس، هذا نستخدمه حتى نشيل أو كري سمول ايتمز اللي انسايد البيشنت ماوث، يعني نشيل القطن نشيل أي مادة نستعملها انسايد البيشنت ماوث، نستعمل التويزر حتى نشيلها. هسه عندنا البلاستيك انسترومنت. البلاستيك انسترومنت لها الثري يوزز. أول شيء هذه هي البلاستيك انسترومنت، 3 uses. أول شيء to carry and shape، نحمل التوث كالر ديستراتيف ماتيريال، مثلا عندنا الكومبوزيت أو الجلاس انومر إلى الكافيتي inside الكافيتي. ثاني استخدام هو باكينج أو ندفع التمبراري فيلينج ماتيريال، باكينج التمبراري فيلينج ماتيريال inside the الكافيتي. ثالث يوز هو placement of the base material أو lining material inside the cavity. In the past هذه البلاستيك instrument كانت مصنوعة من البلاستيك، لكن nowadays مصنوعة أما من المتال أو من الهارد بلاستيك. أول بلاستيك instrument هذه عندنا أي هي الأش 49، يسموها أش 49. هذه تكون double ended instrument، يعني عندنا بيها two ends هاي الانسترومنت، والنهاية مالتها ال working end or النب تكون cylindrical و rounded end، cylindrical و rounded end. ثاني instrument هي الاش 6. الاش 6 شكلها تشبه الكارفر، هسه راح نشرح عنه، هو أداة من أدوات الأملجم.
تشبه الكارفر بس النهاية مالتها ما تكون شارب، تكون راوندد اند. ثالث انسترومنت هي هذه الدايكال ابليكيتر. هاي الانسترومنت تكون قصيرة وصغيرة، النهاية مالتها تكون مثل البول، تكون مثل البول. هاي نستخدمها للميكسينج والبليزمنت اوف دايكال لايننج ماتيريال انسايد ذا كافيتي. اخر انسترومنت هي السمنت سباتشولا، هذه نستخدمها للميكسينج، ميكسينج للسمنت او للتمبراري فيلينج ماتيريال، يعني نخبط بيها الباودر والليكويد اما على جلاس سلاب او على بيبر باد. امالجام انسترومنت، الامالجام انسترومنت يوز تو بليس ذا دنتال امالجام inside the cavity وتو اليس اكستنت، ممكن يستعملوها حتى يحطون الريزن كومبوزيت ريستوراتيف ماتيريال. اول اداه بالامالجام انسترومنت هو عندنا هذا الكوندنسر. الكوندنسر فائدته هو تو كومبرس الامالجام inside the cavity inside the prepared cavity. النهايه مالت الامالجام كوندنسر تكون راوند والاند مالتها تكون فلات، فلات اند. الاشكال يجينا مرات الاندز مالتها تكون اشكال، اما تكون تراينجولر او تكون ريكتانجولر او قد تكون دايموند ان شيب. ثاني انسترومنت من الامالجام انسترومنتس هو ان البيرنشر. البيرنشر يجينا بعدة أشكال وعدة أحجام، قد يكون الشكل راوندد، قد يكون أوفال، قد يكون أيضا كون شيب. اليوزز أوف ذا البيرنشر هو it's used for burnishing الأملجم to the margins of the cavity. أيضا smoothness للأملجم، بعد ما نسوي له كارفينج نسوي له smoothness بالبيرنشر. Also it is used for shaping the metal matrix band. الباند اللي نستعمله بالكلاس 2 نسوي له adaptation باتجاه التوث اللي بصفه على مود نحصل على good contact with the adjacent tooth. فنسوي shaping للماتريكس band بالبرنشر. Also it is used to bend the cast gold restoration اللي الانلي او الاونلي near the margin، فنمنع من انه يكون عندنا gap between the gold and the tooth structure. الكارفر هو ايضا من ادوات الامالجم، نستخدمها for carving of the amalgam او حتى للرزن كومبوزيت ريستوراتيف ماتيريال، يعني نرجع بالاناتوميكال لاند ماركس مال التوث. الكارفر النهاية مالته يجينا هو طبعا عدة أشكال، النهاية مالته المهم هي تكون flat with sharp ends، المارجنز مالتها تكون sharp. هنا حتى نميزة عن الاش 6 اللي حكينا عليها بالبلاستيك انسترومنت، هذه النهاية مالته هنا sharp، الاش 6 النهاية مالته تكون مو sharp. عندنا هنا الأملجم كارير. الأملجم كارير used to carry الأملجم and place it inside the prepared cavity. وهم يجينا عدة أشكال، شوفوا هنا هسه هذا double ended، أكو هنا هذا one end، عند عدة أشكال. hand instrument grasping. ال grasping of hand instrument عندنا ثلاث أنواع، عندنا pen grasp وعندنا inverted pen grasp وعندنا palm and thumb grasp. نجي على أول نوع اللي هو البين جراسب، يعني نلزم الهاند انسترومنت مثل ما نلزم القلم، مثل ما نلزم القلم. شلون تكون عندنا هنا البادز of the thumb والاندكس فينجر والميدل فينجر hold الانسترومنت، هذه نلزم بيها الانسترومنت. الرينج فينجر والليتل فينجرز نستخدمها للسابورت، نخليها ريست على أي توث موجود بالارتش، بالسيم ارتش، فهذه نسوي بيها سبورت. البالم، البالم of the hand is directed away from the operator، يعني مو باتجاه الاوبريتر. inverted pen grasp،
الانفيرتد بينجراس نفس الشيء، نفس اللزمه مال بينجراس، بهمنا نلزم الانسترومنت نلزمها بالثري فينجرز، بس الفرق هنا البالم مال الهاند مال الاوبريتر تكون towards the operator مو بعكسه. وهنا دائما هاي الطريقه نستخدمها بالبريبريشن للابر تيث بالاندايركت فيجن. اخر نوع من الجراسب هو البالم اند ثم جراسب. هنا الانسترومنت از بليسد انسايد ذا البالم والاول ذا فينجرز all the fingers grasp the instrument except the thumb. The thumb يكون free of the instrument and used to rest on another tooth or nearby tooth in the same arch. Rotary instrument. الروتري instrument نقصد بها هي الهاند بيسز. عندنا نوعيتين من الهاند بيسز، عندنا الستريت هاند بيس هذه نستخدمها بالمختبرات باللابراتوري ورك، وعندنا هذه كونترا انجل هاند بيس يكون بها انجل، هذه نستعملها بالدنتال كلينيك انسايد ذا ماوث. الكونترا انجل هاند بيسز ار كلاسيفايد انتو تو تايبس، لو سبيد هاند بيس وهاي سبيد هاند بيس. اللو سبيد هاند بيس هي هاي السرعة مالتها تكون 500 إلى 15000 RPM، يعني revolution per minute، يعني دورة بالدقيقة، يعني تعتبر بطيئة. استخدامها يكون هو للريموفال اوف كاريوس دنتين، نحط راوند بير ونستخدمها انه نشيل بها الديب كاريوس دنتين بسلو سبيد، وايضا نستخدمها لل الفينيشنج للبريبيرد كافيتي، مثلا نسوي راوندنج للشارب ايجز، نسوي فلاتنج للفلور، وايضا نستخدمها للفينيشنج والبولشنج اوف ريستوريشن. النوع الثاني هو الهاي سبيد هاند بيس، هذا هو الهاي سبيد هاند بيس او نسميه التورباين. هذه السرعه مالته تكون اعلى من 160000 ار بي ام دوره بالدقيقه، وقد تصل الى 500000 ار بي ام ريفولوشن بير مينيت. هذا شنو استخداماته؟ هذا نستعمله للكاتينج اوف انامل اند دنتين، وايضا نستعمله للبنتريشن ثرو الانامل، يعني من نفتح كافيتي البنتريشن مالتنا يكون اول شيء بالتورباين هذا بالهاي سبيد هاند بيس، ونسوي اكستنشن ونسوي الاوتلاين فورم اكستنشن للاوتلاين فورم همينه باستخدام التورباين اللي هو الهاي سبيد هاند بيس. هذا بسبب السرعة مالته العالية يصير عندنا generation of heat، فلذلك دائما يحتاج إلى water coolant، يكون هنا أنا أكو بيفة ثقب يدخل من خلاله، يطلع من خلاله المي، فيصير دائما من نستعمل التوربين أو الهاي سبيد هاند بيس يجي ويا لازم water coolant حتى نمنع الهيت generation بالتوث. هذا هي أنا هذا صورة التوربين، هذا التوربين أو الهاي سبيد هاند بيس، شوفوا هنا أنا أكو ثقب، هذا يطلع من عنده الووتر كولنت، وهذا هنا أنا حاطين بيه البير اللي نسوي بيه الكاتينج. هسه عندنا البيرز. البيرز هي الروتري انسترومنت. البيرز هي الروتري انسترومنت، هي عبارة عن انسترومنت that will turn on their axis، يعني هي عبارة عن انسترومنت تفتر حول محورها، نحطها بداخل هاي سبيد هاند بيس اور لو سبيد هاند بيس، وتبدي تفتر حول محورها تأدي الغرض اللي نريده منها. شو تسوي؟ يا اما تسوي لنا كاتينج تقطع، يا اما تسوي لنا ابريجن، او تسوي لنا فينيشنج او بولشنج، كل بير الى استخدامه الخاص به. الماتيريال المصنوعه من عندها اما يكون ستينلس ستيل مصنوع، او مصنوع من كاربايد، او مصنوع من دايموند. الاجزاء مالت البير، هذا هو سعدنا البير بثلاث اجزاء، اول جزء هذا اللي هو الشانك، هذا الشانك هو البارت اوف ذا بير ذات فيت انسايد الهاند بيس، هذا يدخل انسايد الهاند بيس، وهنا هو هذا اللي يستقبل الروتيشن، اللي يسوي الروتيشن مال البير. هذا الجزء هذا النيك اللي هو يربط ما بين الشانك
وما بين الهيد اوف ذا بير. هذا الجزء الاخير اللي هو الهيد اوف ذا بير هذا هو يعتبر الوركينج بارت اوف ذا بير، هو هذا اللي يسوي لنا الشغل مال البير، يعني البي تكون كاتينج ايجز اور كاتينج بوينتس، هنا هو الوركينج بارت مال البير. البيرز نقسمها حسب الشيبس مالتها الى راوند بير، انفيرتد كون بير، وفيشر بير. هاي هي البيرات. اول واحد اللي هو الراوند بير، هذا الراوند بير الهيد اوف ذا بير از سفيريكال ان شيب. فانت بي ثلاث فوائد، اول شيء يسوي لنا انيشال اللي يكون سمول سايز، نقدر نسوي به انيشال انتري انسايد ذا كافيتي، البينتريشن انسايد ذا كافيتي بيكون بالراوند بير. Also نقدر نسوي بي retentive holes inside the cavity، وأيضا اللي شوية larger in size نستخدمه للremoval of carious dentin. هذا الراوند بير. السكند تايب اوف بير هو ان الشيب اللي يكون انفيرتد كون بير. انفيرتد كون من اسمه وعبارة عن كون ان شيب، الوركينج اند مالته تكون كون ان شيب، الابكس مالتها باتجاه towards the shank. هذا فائدته انه يسوي لنا، بما انه النهايه مالته فلات فهو يسوي لنا فلاتنينج للفلور اوف ذا كافيتي، also increasing the depth of the cavity، also يسوي لنا undercuts بالكافيتي بالبريبيرد كافيتي. اخر نوع هو الفيشر بير. الفيشر بير هذا بنوعيتين عندنا، هذا يسموه البارالل سايد او الستريت فيشر بير، وهذا يكون تايبرد فيشر بير. الوركينج اند مالته تكون elongated cylindrical head، elongated cylindrical head. استخدامه هو للريموفال او كاتينج للوالز اوف ذا كافيتي، also للمارجنز اوف ذا كافيتي. يعني هذا يسوي لنا الفيشر بير هو الاوتلاين فورم اوف ذا كافيتي. Finally, thanks for your attention.